واللحظات التاريخية، الصعود على المنصات عادة اتحادية، لحظات مهمة وتاريخية. التيم دائما نمبر ون، الرئيس ونائبة مع القائد في هذه اللحظة، وانتظار وصول الكأس مع النجوم والمدرب حجازي يحصل على كأس دوري روشن. والآن الجميع يترقب هذه اللحظات الاستثنائية التاريخية الاتحادية المونديالية العالمية. الاتحاد بطلا لدوري روشن السعودي للمحترفين، مبروك.